السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على الحبيب يا جماعة، قلبكم يطيب. هنبدأ النهاردة ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي نص كيلو كنافة، انا يعني فتفتها بالشكل ده، لانها كانت في التلاجة. دلوقتي هنحط عليها سمنة، عندي هنا سمنة فلاحي طبعا اللي انا كنت عاملاها معاكم اهي، حط عليها كده سمنة. حبة حلوين كده ما شاء الله. عندي هنا معلقتين سكر بودر، معلقتين سكر بودر. هنعملها يا جماعة النهاردة بالكاستر والمانجا ان شاء الله، من احلى الكنافات اللي بتتاكل يعني بشراهة كمان، لانها بتبقى حلوة جدا. بارك الله فيكم. حبايبي خلصتها اهي، جميله جدا ما شاء الله، وريحه السمنه فيها تحفه. هناخد صينيه كده ان شاء الله، هندهنها بالسمنه. هنحط فيها الجمال ده كله بقى، يعني مش عايزه اخليها عاليه قوي عشان لسه هنحط لها الكاستر وهنحط لها المانجا. حتى لو فضل منها هعمله على النار من فوق، او اعمل صينيه تانية صغيره. هاخدهم كلهم ان شاء الله. كده يا جماعة منظر الصينية، هندخلها في الفرن ان شاء الله. وانا عاملة قبل كده العسل بتاعها، يعني انا عندي عسل من الاول، ولما تدخل الفرن وتستوي ان شاء الله هكون هحضر الكاستر معاكم ان شاء الله. وبكده لو وصلتوا معايا لحد هنا يا جماعه، ما تنسوناش من تفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم. وانا بقول للمشتركين بتوعي يا جماعه، لو سمحتم يعني اللي يدخل عندي ما يستناش مني ان انا اشترك في نفس اليوم، علشان الاشتراك يظبط لازم يبقى تاني يوم او عدى عليه مثلا 10 ساعات. انا ده يعني الاسبوع ده هو 10 مشتركين طاروا من عندي، وانا القناة صغيرة. انا مش بشتكي وما بحبش الشكوى يا جماعة، بس انا كده حرام والله، يعني انا مجهود بيجي على الفاضي، انا مش لاقية عائد من العائد اللي هو الاشتراكات. يعني انا مش قصدي اي حاجة تانية، الاشتراكات يعني زي ما انا بشترك بضمير وباخلاص، اشتركوا عندي برضو بضمير وباخلاص يا جماعه. انا والله تعبت بصراحه، وشكلي كده هسيب القناه، لان انا بقالي سنه دلوقتي و3 شهور انا مفعله القناه اللي هي التفعيل الرسمي. انا كنت الاول عاملاها ان انا بدخل اشترك عند اللي القناه تعجبني وان بلاقي فيها حاجه كويسه بشترك كده بدون اي شيء. حرام والله يا جماعه حرام، يعني انا تعبانه وست كبيره، يعني ساعدوني في انكم يعني تثبيت الاشتراك بان انا لما اشترك عندكم انتوا اشتركوا تاني يوم، لو انتوا اشتركتوا عندي انا اشترك عندكم تاني يوم، لو سمحتم رجاء من امكم يا جماعة.
وشكرا، ونرجع لكم بعد ما تخش الصينية في الفرن ان شاء الله، ونكمل بقية المكونات بتاعتها. ودلوقتي حبايبي انا حطيت لبن على النار زي ما انت عايزه، كوبايتين ثلاثه زي ما انت عايزه حسب رغبتك. انا عندي هنا سكر، هنحط 3 معالق سكر، انا مش هخليها مسكره قوي، هنخلي 2.5 معلقة كفايه علشان كل حاجه فيها سكر طبعا، فما يبقاش السكر عالي بتاعها. هنحط كاسترد 2 معلقة حلوين كده، هرمي اهو ما شاء الله. وعندي نشا، انا هنحط 1 معلقة كبيرة يعني عشان ما يبقاش سميك كده. خلاص هنولع عليه النار. قبل ما نولع هنقلب كويس جدا على البارد يا جماعة ما شاء الله. انا احب هنحط لها هنا اهوت 2 معلقة لبن بودر، بيعزز الطعم وبيخليه حلو قوي دي كده ما شاء الله. على نار هاديه كده ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكريمه او الكريم باستير او الكاسترد طالع ما شاء الله ناعم جدا وجميل كده، قوامه حلو قوي. انا كده ان شاء الله هطفي عليه، حلو قوي قوي ما شاء الله. ودلوقتي حبايبي الصينيه طلعت من الفرن ما شاء الله، شكلها حلو جدا وريحتها روعه. حصلنا عليها تهدى شوية، بعدين اسقيها بالشربات كده. نسقيها كمان يا جماعة بالشربات بقى ان شاء الله. مش هحط لها كتير بس كده. ما شاء الله كده هنحط الكريمة اللي هي كاستر عليها ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حاجة ايه فاخرة ما شاء الله. كده يا جماعة انا هسيبها تبرد خالص وبعدين احط لها المانجا علشان هي سخنة دلوقتي، احط لها المانجا وبعد كده هو الكريم جانتي في الاخر خالص. نرجع لكم بعد شوية. ودلوقتي يا جماعة انا عندي ان شاء الله المانجا مقطعة كده مربعات، هننزلها حبة حبة ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر، حاجة كده فاخرة ما شاء الله. Thank you.
دلوقتي يا حبايبي طبعا المقطع ما تصورش وانا بحط المانجا عليها، فطبعا معلش اعذروني نسيت افتح الكاميرا. وده حبة الكاسترد اللي فضلوا، هنحط عليه يعني كريم جونتيه كده. كده منظرها جميل قوي ما شاء الله، نحطه في التلاجة. وهنذوق ال التارت بتاع الكنافة ده بإذن الله، وتشوفوه منظره في الآخر عامل ازاي. طبعا احنا كلنا بنعرف نحط الكريم جونتيه. وده منظر التارت بتاع الكنافة يا جماعة، حاجة جميلة جدا ما شاء الله يعني، والطعم روعة روعة والله، يا ريتكم تجربوه. طبعا كيتشن مننا عملوه كتير جدا، فالمانجا بمناسبة انها كتيرة في السوق، فانا حبيت اشارككم الوجبة بتاعتنا النهاردة او الحالة اللي انا هعمله النهاردة ان شاء الله. واذا كنتوا وصلتوا معايا لحد هنا تنسوناش يا جماعة بقى من الدعاء، وربنا يبارك فيكم يا رب، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.